اللي بيقول لك ازاي ياخد كهربا، اه وانت مال سعادتك؟ وانت حضرتك المدرب؟ هو المدرب هو المدير الفني له الحق في الاختيار. واحنا نشوف كهربا كويس نقول له هايل يا حسام يا بدري، وحش نقول له ما تاخدوش تاني، نتكلم من الجانب الفني، لانه اكيد كابتن حسام متابع احمد حجازي ومتابع النني ومتابع كوكا ومتابع صلاح ومتابع تريزيجيه ومتابع كهربا، وبالتالي جابهم. لكن هنبدا اصله عشان الاهلاويه ما يزعلوش، عشان الزملكاويه ما يفرحوش، عشان مش من ده دلوقتي هي بدأت فعلا. ما ينفعش يا اسلام، انت ما تحطش السكينه في رقبه المدرب. المدرب، بالعكس. واحنا هنقول كلام ونعمل عكس. بس البعض يا كابتن بيرى ان دلوقتي اختيار كهربا اختيار بعيد، بقى له فتره طويله ما بيلعبش، بقى له 10 15 يوم قاعد هنا بيلعب يا فندم في البرتغال. لا بقى له 10 ايام قاعد هنا في ماشي يا فندم في مصر. بس هو بيلعب، يعني لعب كام ماتش في الدوري؟ كوكا ما بيلعبش، كوكا ما بيلعبش. اه والنني كان موقوف مثلا، حجازي كان احتياطي النهارده، لعب الماتش اللي فات ولعب دقيقه. الماتش اللي فات هنشوف يا فندم. ما هو انت جايب 32 لعيب، ممكن يبقى من ال 11، ممكن يبقى من 18، ممكن يبقى من 22، ممكن يبقى يبقى من بره 10 المستبعدين. بالظبط كده. فندي الفرصه هو ده بيان للمدرب. الجهاز الفني للمنتخب ولا قال كان كده. محتاج بيان؟ وانا مش كل ما النهارده شوبير يطلع يقول كلمتين واسلام يطلع يقول كلمتين انا اطلع بيان. اطلع بيان. انا مش محتاج بيان، انا بشتغل وبعمل الصح وما اخافش من ردود الافعال. ما هو انت طول ما انت مرعوب من ردود الافعال واجري الحق ببيان، وانا همشي ناس ودول 32 وهمشي قدر كهربا طلع احسن واحد في التمرين. هيخدم منتخب مصر على دماغه. على دماغه. الحضري كان سايب النادي الاهلي وكان 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 وجي لعب اساسي، الكابتن حسن شحاته جابه اصر ولعبه ماتش الارجنتين في عز مش عارف. قال لك الراجل عنده وجهه نظر، ونجح حسن شحاته بكده انه فرض وجهه نظره وفرض قراره وصمم على لعيبته الاساسيين، وبالتالي كان عنده نجاحات. شارط المنتخب ما بين احمد فتحي وانا مش عايز اجيب صلاح يا كابتن، لانه